يستخرج مادة ما. كل الروايات تذكر أولا حول سرير معاوية ثلاثة: سرجون الرومي، الضحاك ابن قيس الفهري هو مدبر الأمور كلها قائد الشرطة، ومسلم ابن عقبة المري أو بالحري مسرف أو مسرف ابن عقبة المري. هؤلاء كانوا هم أركان الدولة. معاوية أصيب وهو عائد من الحجاز سنة 51 باللقوة، ثم أصيب بعدة أمراض أخرى، ومع ذلك لم يقلع عن عاداته وممارسة طاغوته وشهواته للطعام وللجسد، حتى لا يقال قبيل موته ضاجعة جارية سمراء فسببت له لربما الشلل. ومعاوية هذا كان خلال مرضه وخلال أيامه الأخيرة حريص كل الحرص على تأمين بيعة ابنه يزيد، وأن يكون يزيد فعلا وقولا هو الخليفة من بعده، علما بأن يزيد لم يكن مشغولا بذلك. ويزيد كانت معظم أيامه في مضارب كلب ما بين حمص وتدمر بحوارين وغير حوارين، وزالت هذه الأماكن تحمل الأسماء نفسها حتى هذا اليوم. وكان مشغولا بالصيد وبالخمريات وبغير ذلك من حياة اللهو، أعرابي لكن أشبه الناس بحقده وكراهية البيت بجده أبي سفيان.